نجيبة متولي الخولي الأولى على الثانوية العامة. نجيبة حصلت على 101%. برحب بحضراتكم، اسمحوا لي أصبح على الأستاذ متولي الخولي والد نجيبة. أهلا بيك. ونجيبة طبعا منورانا في استوديو صباح الخير. أبتدي كلامي وأشكرك على المقدمة الجميلة دي. طبعا والأستاذة صباح نظرة مدرسة بين السرايات الثانوية، أهلا بحضرتك. أهلا بيك نجيبة. الحقيقة في بداية كلامي يعني أنت ما طلعتيش الأولى على المدرسة ولا على المنطقة ولا حتى على المحافظة، أنت الأولى على الجمهورية. ويمكن معلوماتنا بتقول انك انت كنت الاولى في المرحله الابتدائيه والاولى كمان في المرحله الاعداديه وقررتي ده في الثانويه العامه. عايز اعرف منك قدرتي تعملي ده ازاي؟ العلم هو الوسيله الوحيده التي يرتفع بها الانسان الى مراتب كرامه والشرف. مظبوط. وايه كمان يا نجيبه؟ التدخين يدمر الصحه ويبدد المال. اغسل يداك قبل الاكل وبعده، تعمل على نفسك من الامراض المعديه. شفتوا؟ حطت ايدها على نقطتين هامتين جدا وفي غايه الخطوره، التدخين وغسيل اليدين، لان العقل السليم في الجسم السليم. بنتي نجيبه طول عمرها نجيبه، اسم على مسمى. مين ده؟ بسلام. دي بقى يا سيدي نجيبه متولي الاولى على الثانويه العامه. عمرها ما خدت درس خصوص ولا استعانت بكتب خارجيه. طب وبتلاقي وقت يا نجيبه تتفرجي على التلفزيون؟ ايه احلى حاجه بتحبيها في التلفزيون؟ قنوات النيل التعليمية ما اتفرجش غير عليها. طب مين نجمك المفضل؟ الأستاذ عبد السلام حسين بسيوني مدرس الجيولوجيا اللي بيطلع يوم الأحد والثلاث الساعة 5:10 على المتخصصة. يعني نفهم من كلامك يا نجيبة إنك مالكيش أي نشاطات، ما عندكيش أي هوايات خاصة بيكي؟ نعم. مبروك يا نجيبة مرة تانية، وبنتمنى لك التوفيق إن شاء الله في حياتك وتحققي كل أحلامك. أنا بس في حاجة بس ناقصة لسه عايزة أقول. طب اتفضلي يا نجيبه، بس يا ريت بسرعه لان وقت فقرتنا انتهى وده ميعاد النشر. من دعائم الديمقراطيه ان تعبر عن ارائك بحريه تامه ولا تتدخل فيما لا يعنيك. متشكرين يا نجيبه. عايزه تقولي حاجه تاني؟ لا كده خلاص الارشادات كلها خلصت. طب بس قبل ما نختم بقى عايزين نعرف انت ناويه تدخلي كليه ايه؟ الاثار. اثار؟ وش معنى كليه الاثار يا نجيبه؟